السلام عليكم ورحمه الله ارحب بكم جميعا اعزائي المشاهدين في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع اهداف الثوره ما الذي تحقق منها؟ ذاكره الثوره اليمنيه في مهب الضياع تهل علينا نحن اليمنيين بعد يوم غد الذكرى الرابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المباركة الثورة المعجزة التي نفذها مجموعة من الضباط الأحرار في العام 1962 ضد نظام الإمامة والكهنوت الذي حكم اليمن دهرا مظلما من الزمن ولذكرى سبتمبر هذه الأيام مذاق خاص ودلالة مهمة لانها تاتي في ظل اخطر محاوله قام بها الاماميون للاطاحه بثوره سبتمبر حتى الان ومحاوله اعاده عجله الزمن الى الوراء. وبعد ان كادت الاجيال الجديده تنسى عظمه واهميه ثوره سبتمبر اذا بالاماميين يذكرونهم بها ويدفعونهم الى البحث عن تاريخها واعاده الاعتبار لها كانها وقعت بالامس. في المحور الأول من هذه الحلقة سنتناول الأهداف الستة لثورة سبتمبر ما تحقق منها وما لم يتحقق عن الخيانة التي تعرضت لها من قبل الجمهورية أو تعرضت لها من قبل الجمهوريين أنفسهم وعن المؤامرة التي تعرضت لها من قبل اللوب الإمامي الذي ظل متخفيا في ثياب الجمهورية طوال خمسين عاما أما المحور الثاني فسيحاول اثاره مساله ذاكره الثوره اي تاريخها و اثارها الادبيه والفنيه اين هي؟ لماذا لا نجدها بسهوله؟ او لماذا لا نراها في مكانتها اللائقه؟ لماذا تعرضت للاهمال؟ هل هو التقصير ام القصور؟ ام انه التامر على الثوره نفسها؟ وسنضرب بعض الامثله الطريفه على قضايا لم تاخذ حقها من التحقيق التاريخي الموضوعي في تلك الفتره فتره حكم الامامه وفجر الجمهوريه اذن نحن على بعد ساعات من الذكرى الرابعه والخمسين لثوره السادس والعشرين من سبتمبر الثوره اليمنيه الام التي انبثقت من رحمها كل الثورات اليمنيه الحديثه سواء ثوره 14 اكتوبر على المستعمر الانجليزي في الجنوب او ثوره فبراير التي اطاحت بنظام المخلوع صالح. الثوره التي ينبغي ان تحتفل بها كل اسره ونعني ثوره 26 سبتمبر. ينبغي ان تحتفل بها كل اسره يمنيه داخل بيتها قبل ان تحتفل بها الدوله. ليس فقط لان ثوره سبتمبر قد اخرجت اليمنيين من الظلمات الى النور ظلمات الجهل والتخلف والفقر والمرض والخرافه والعنصريه الى نور الحياه الكريمه في القرن العشرين ليس فقط لذلك وانما ايضا لان الامه اليمنيه بحاجه ماسه الى ذكرى من هذا النوع الامه ليست اولئك الاحياء الذين يسكنون جغرافيا الدوله فقط وانما هم ايضا او انما هي ايضا ذلك التاريخ الذي جاءت منه هذه الامه وكل امه بحاجه الى تاريخ الى ذاكره وطنيه تعصم اجيالها من الوقوع في اخطاء الاباء وتغذي عاطفتهم الوطنيه وتوطن القيم الساميه التي ضحى في سبيلها الاباء بارواحهم. طبعا كلمه ثوره في تراثنا الفكري لم تكن تحمل دلاله ايجابيه قبل العصر الحديث فقد كانت تدل في الغالب على اعمال التخريب ضد النظم الشرعيه القائمه. يسموها ثوره الزنج او ثوره العبيد او ثوره كذا كانت تحمل دلالات سلبيه في التراث. لكنها طبعا مثلها مثل كل الكلمات التي تترحل عبر الزمن وتاخذ دلالات جديده وتسقط دلالات قديمه وفق جدليه الموت والحياه التي تنتظم فيها كل الكائنات الحيه. واللغه كائن حي. ويغلب على الدلاله الحديثه لكلمه ثوره يغلب عليها الان المعنى الانساني اي محاوله الانسان لتحرير نفسه من سلطه ما. سواء كانت سلطه سياسيه او سلطه من نوع اخر. وعلى الرغم من ان هذه الكلمه ليس لها حد دلالي متفق عليه بين المختصين مما يسبب اللبس والاشتباه عند البعض ويوقعهم في الخلط بين الثوره وغيرها من الحركات الاحتجاجيه الاجتماعيه, الاجتماعية كالانقلاب مثلا. إلا أن المعنى المعجمي للكلمة يشير إلى أبرز ما فيها. فالثورة من فعل التثوير وهو فعل مستعار من حقل الزراعة العربية. فتثوير الأرض عند العرب القديم يعني حرثها وقلب عاليها سافلها لأجل وضع بذرة الحياة في باطنها. وعملية الحرث عملية عنيفة في ظاهرها. لكن غايتها عظيمة هي وضع بذره الحياه ومن هنا يبدا التاصيل الحقيقي لكلمه ثوره الثوره بهذا هي فعل عنيف يهدف الى استمرار الحياه والنماء الحياه التي كانت مهدده بالموت والنماء الذي كان مهددا بالفناء كل ثوره في العالم تاخذ قيمتها وقدرها بعد ذلك من أهدافها التي قامت من أجلها ليس فقط بالتضحيات التي قد قدمت وليس فقط بعظمة الحدث وفخامته وإنما تأخذ قيمتها بشكل أهم من القيم التي تحملها والأهداف التي قامت من أجلها واليوم الثورة اليمنية ثورة سبتمبر هي ثورة عظيمة بأهدافها وبالظروف التي استطاعت أن تتجاوزها في حينها لانها كانت ظروف صعبه للغايه. يعني لم تكن لم يكن امام الثوره اليمنيه اي عوامل نجاح منظوره. ومع ذلك تخلقت هذه الثوره وخرجت من رحم المجتمع اليمني الذي ما كان احد يتصور انه يمكن ان يصنع ثوره في تلك الفتره. مجتمع كان يعني اشبه بالميت خارج من العصور الوسطى. كيف يمكنه ان يصنع ثوره؟ معاصرة إذن الحديث عن أهداف ثورة سبتمبر ما هي؟ ما الذي تحقق منها؟ في اليوم الثالث من أيام الثورة أي في يوم 28 سبتمبر أذيع بيان عبر إذاعة صنعاء يحدد أهداف الثورة اليمنية على النحو الآتي واحد الهدف الأول من أهداف ثورة 26 سبتمبر هو التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما واقامه حكم جمهوري عادل وازاله الفوارق والامتيازات بين الطبقات كان هذا هو الهدف الاول من اهداف ثوره سبتمبر التي ينبغي ان نراجعها ونتذكرها باستمرار بين كل وقت ووقت الهدف الثاني كان بناء جيش وطني قوي لحمايه البلاد وحراسه الثوره ومكاسبها الهدف الثالث كان رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. الهدف الرابع هو انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل يستمد انظمته من روح الاسلام الحنيف. الهدف الخامس كان العمل على تحقيق الوحده الوطنيه في نطاق الوحده العربيه الشامله. الهدف السادس والاخير هو احترام مواثيق الامم المتحده والمنظمات الدوليه والتمسك بمبدا الحياد الحياد الايجابي كما كانوا يسمونه وعدم الانحياز والعمل على اقرار السلام العالمي وتدعيم مبدا التعايش السلمي بين الامم. هذه هي الاهداف السته لثوره سبتمبر الخالده التي صورت على شكل سته اعمده موجوده في ميدان السبعين فما الذي تحقق منها يا ترى وما الذي لم يتحقق دعونا نرى من النظره الاولى في الهدف الاول لاهداف الثوره يظهر جليا اننا امام ثوره تفكر في اليمن الطبيعي من اقصاه الى اقصاه ولم تحصر نفسها في جزء محدد من أرض اليمن يعني مع أنها كانت ثورة ضد نظام الإمامة الحاكم في الشمال شمال الوطن آنذاك إلا أنها كانت تفكر في اليمن الكبير من المهرة إلى صعده منذ اللحظة الأولى كما يتبين من الهدف الأول فالتحرر من الاستبداد يشير إلى نظام الإمامة و عبارة التحرر من الاستعمار يشير الى جنوب اليمن الواقع انذاك تحت سلطة المستعمر الانجليزي وعبارة حكم جمهوري التي وردت حكم جمهوري عادل تشير الى نقيض الحكم الامامي الجائر اما عبارة ازالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات بين الطبقات فهي عبارة ملتبسة قليلا للوهلة الاولى لان قاموس الفلسفة السياسية الحديثة يعطي كلمة الطبقات معنى ودلالة مختلفة قليلا عن المعنى الموجود في العبارة يعني يشير إلى مواقع الناس من نظام العمل والثروة تكوين الثروة فالطبقات يشير إلى الأغنياء والرأسماليين والإقطاعيين في مقابل الفقراء والمستغلين هذه طبقة وهذه طبقة ولا أظن أن هذا كان مقصود ثوار 26 سبتمبر لأن نظام الطبقات والإقطاعيات بهذا المعنى لم يكن بارزا حينها فجميع اليمنيين كانوا على حافة الفقر وأغنياءهم يشكلون طبقة يعني لا يكادون يشكلون طبقة يعني كانت يعني الفوارق بينهم وبين الفقراء فوارق يعني محدودة ليست بذلك الاتساع لم تكن كبيرة كما هو الحال في نظام الطبقات المعروف في أوروبا مثلا ولعل الثوار بهذه العبارة أرادوا الإشارة إلى نظام الطبقات العنصري الذي كان سائدا بقوة آنذاك والذي يراد له أن يبقى إلى ما لا نهاية لخدمة الاستبداد السياسي لعل أهم ما يستحق التركيز في هذه اللحظة التاريخية هي هذه العباره التي اشارت الى جنوب اليمن وعكست البعد الوطني والذكاء التاريخي لوضع اهداف سبتمبر. اليوم واليمنيون يتقطعون اسا وخوفا على وحدتهم الوطنيه المهدده بالتمزق. من المناسب اليوم ان نذكر الاجيال بان الوحده ليست هم جيل واحد. يعني لم تكن هم جيل واحد من الاجيال بل هي هم الاجيال جميعا. في مختلف الظروف ولعل البعض يتساءل الآن ما الذي فعلته ثورة 26 سبتمبر لثورة 14 أكتوبر يا ترى لأن احنا من البداية بنقول أنها الثورة الأم التي تولدت منها ثورات فما الذي قدمته ثورة سبتمبر لثورة أكتوبر مثلا على سبيل المثال في الجنوب مما يعكس اللحمة اليمنية الواحدة هذا سؤال وجيه قد يكشف إلى أي مدى تحقق الهدف الاول من اهداف ثوره سبتمبر ومن المناسب ان نترك الاجابه لاحد الذين شاركوا في تحرير اليمن انذاك من الاستبداد الامامي والاستعمار الانجليزي انه وزير الدفاع المصري السابق الفريق سعد الدين الشاذلي. سعد الدين الشاذلي كان حينها قائدا للواء الاول مشاه في اليمن. لواء مصري يعني. دعونا نستمع اجابه اجابه هذا اللواء على السؤال السابق لعلنا المكسب الثاني هو استقلال عدن ودي نقطه يجب الا ننساها ما كان لعدن ان تستقل الا بوجود القوات المصريه في اليمن الشمالي اللي هو بقى اليمن. ليه؟ لان ليس سرا ان احنا كنا بنساعد الثوار دول وبنبعت السلاح والذخيره بس الاستقلال جاء متاخر في 68 احنا الان لا ما, الصراعات بتاعه الدول ما بتتمش في شهر ولا شهرين نعم بتتمش انما انت لما بتشوف الثوار وبتمدهم بالسلاح والذخيره وبيزدادوا قوه هم من اواخر الخمسيات كانوا حتى ياتون الى مصر للتدريب وكذا اليمن الجنوبي صور اليمن الجنوبي كانوا ياتون الى مصر للتدريب معلش ولكن انما له السلاح ازاي؟ انما احنا وجودنا في اليمن سهل جدا انك انت ايه تدخل له سلاح وذخيره بكميات كبيره بكميات كبيره واصبحوا عبء على يعني ايه على القوات البريطانيه فاصبحت القوات البريطانيه دايما الاستعمار عايز مكاسب رخيصه لما يجد ان ايه وجوده في عدن هيكلفه اذا يمكننا القول ان الهدف الاول من اهداف ثوره سبتمبر قد تحقق وان بصوره غير مثاليه تماما التخلص من الاستعمار بشكله القديم قد تحقق، والوحدة الوطنية التي كانت الهدف الخامس من اهداف الثورة ايضا تحققت. اما التخلص من الاستبداد ومخلفات الامامة فقد قطع اليمنيون فيها اشواطا جيده لولا الخيانة التي تعرضت لها الجمهورية والنظام الجمهوري. الخيانة من ابناء الجمهورية انفسهم الذين دفعتهم انفسهم الامارة بالسوء الى محاولة احياء قيم الامامة الميتة. وإن كان في ثياب الجمهورية الخيانة التي كان أبرز سكاكينها التي كان أبرز سكاكينها في خاصرة في الثورة والجمهورية سكين التوريث لعلي عبد الله صالح وهنا تأتي أهمية الثورة العظيمة الأخرى التي تولدت من ثورة سبتمبر هي ثورة فبراير فهذه الأخيرة هي الثورة الجماهيرية الأولى في تاريخ اليمن الحديث على الأقل هذه الثوره التي جاءت لاستكمال ثوره سبتمبر وتصحيح المسار المنحرف الذي ذهبت اليه فيما بعد لقد غدر صالح ومن معه بالجمهوريه يوم فكروا في تحويل النظام الجمهوري الى نظام ملكي وراثي وغدروا بها اكثر عندما سلموها في نهايه المطاف الى الاماميين الجدد نكايه بالثوار الذين ثاروا عليهم وعلى فسادهم. وغدروا بها يوم نقضوا اهدافها هدفا هدفا كما راينا في المثال السابق. لكن ماذا عن بقيه الاهداف يا ترى؟ كان الهدف الثاني من اهداف ثوره سبتمبر هو بناء جيش وطني قوي لحمايه البلاد وحراسه الثوره ومكاسبها. فاليمن حتى العام 1962 لم يكن لديها جيش بالمعنى الاحترافي للكلمة وإنما ميليشيات تابعة لنظام الحكم بشكل مباشر مثل الميليشيات التابعة لعبد الملك الحوثي اليوم فقد كان الإمام يحيى حميد الدين يرفض فكرة الدولة الحديثة في كل أبعادها حتى أنه كان يعمد إلى تخريب بعض ما أنجزه العثمانيون من مشروعات في اليمن الرجل كان لديه موقف معارض للحداثة بدون مبررات وجيهة كان يعتقد انه بهذا يواجه الاستعمار او يواجه القوى الغربية، القوى النصرانية، القوى التي الى اخره ومن ثم فانه كان يعمد الى تخريب بعض ما انجزه العثمانيون من مشروعات في اليمن مثل مشروع التعليم و مشاريع التعليم عموما يعني المشاريع الطبيه من مستشفيات وغيرها المشاريع العسكريه النظاميه التي كان بدا العثمانيون ينظمونها وعباره جيش وطني التي وردت في الهدف الثاني هي كلمه السر في مشكله العسكريه اليمنيه فقد ظل هذا الجيش بهذه المواصفات بمواصفات وطنيه يعني حلما بعيد المنال إذ على الرغم مما تحقق بعد الثورة في جانب التنظيم والتسليح العسكري إلا أن عقيدة الجيش اليمني الجمهوري تعرضت للتشويش المقصود طوال أربعين سنة مضت على الأقل فقد تعمد نظام المخلوع تحديدا توجيه هذه العقيدة العسكرية بما يخدم مشروعه السياسي في التوريث بل تعمد تدمير الجيش الوطني القديم الذي اسسه اباء الجمهوريه وبنى على اثره جيش بديل هدفه هدفه حمايه مشروع التوريث لا حمايه البلاد ومكتسبات الثوره كما يقول الهدف الثاني من اهداف الثوره. وثوره فبراير بهذا جاءت لتصحيح الوضع المنحرف الذي اقترفه المخلوع في حق الثوره والنظام الجمهوري. كانت هذه هي المساهمه الاكثر خطوره في الغدر بالثوره وبالنظام الجمهوري جاءت على يد المخلوع علي صالح. بالنسبه للهدف الثالث الذي ينص على رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا فهو واضح المعنى وواضح المصير ايضا كل الثورات تستهدف تحسين وضع الأمة التي ترزح تحت نير السلطة المستبدة والتنمية كلمة التنمية بأبعادها المادية والمعنوية هي مطلب الإنسان الدائم إلى جوار حريته وكرامته الإنسان لا يعيش بالخبز وحده كما يقولون الحرية مطلب والكرامة مطلب لا غنى عنهما وليس هناك ثورة حديثة برز فيها هذا الهدف هدف التنمية كما برز في ثورة سبتمبر فاليمنيون تحت ظل الإمامة كانوا أكثر شعوب الأرض فقرا وتخلفا إذا ما استثنينا طبعا تلك القبائل البدائية في الغابات الأفريقية ومن ثم فقد كانت الأمة اليمنية هي أكثر أمم الأرض حاجة لرفع يعني مستواها الاقتصادي أو مستوياتها الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه، مستويات الوعي ومستويات النمو. غير ان هذا الهدف ايضا تعرض للخيانه والتامر من قبل ك... من جناحي الانقلاب على الجمهوريه. اعني نظام صالح واللوبي الامامي. فبعد ان كان اليمنيون في السنوات التاليه لاعلان الجمهوريه ممتلئون املا بالمستقبل ومنهمكون في بناء احلامهم من نسيج الواقع الجديد الذي يحفهم بالخير والرفاه اذا بهم فجاه يجدون قطارهم قد توقف ثم اذا به هذا القطار ينحدر بهم رويدا رويدا الى هاويه سحيقه يكاد يتحطم عليها كل شيء كل هذا لان قائد القطار كان يخطط لبيع القطار في سوق التشليح كان يريده وطنا معاقا لا يستطيع المشي بدون عكازه المخلوق. مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد انهينا الحديث في ملفنا الاول من الاجنده سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده للحديث عن الذاكره اليمنيه لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا. اثناء الاعداد لهذه الحلقه ذهبت أبحث كالعادة عن مادة موثقة في المصادر المتاحة لدينا وطبعاً ليس لدينا في إسطنبول من مراجع سوى شبكة الإنترنت بدأت في البحث عن أهداف ثورة سبتمبر الستة الأهداف, الثو... الأهداف الستة لثورة ال 26 سبتمبر تل... تلك التي كنا ندرسها في المدرسة على أيامنا وكانت المفاجأة أني لم أجد لها ذكر في أي موقع رسمي أو شبه رسمي تركت الأهداف الستة وذهبت أبحث عن أي مقابلة تلفزيونية للمشير عبد الله السلال قائد الثورة ورئيس أول جمهورية يمنية فلم أجد أي مقابلة على شبكة النت تذكرت أن الرجل وغيره من وغيره من قيادات الثورة كانوا كسجلوا بعض المقابلات التلفزيونية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات فلماذا لا نجد هذه المقابلات على الشبكه؟ لماذا لا نجد للثوره اليمنيه ذاكره موثقه ورسميه؟ اعادتني هذه الاسئله الى نظريه المؤامره من جديد. وتذكرنا او تذكرت ما كنت اسمعه ذات يوم من وجود لوبي امامي يتعمد تدمير الذاكره الوطنيه، ذاكره الثوره تحديدا عن طريق سحب المذكرات والكتب التي تنشرها المؤسسات اليمنية من السوق وربما كان لهذا اللوبي دور في إعطاء بعض هذه الوثائق حيثما تمكن ووصل وكانت هذه الفكرة لا تروق لي وقتها لأنها شكل من أشكال الوسواس القهري أو المبالغة غير المرحب بها لكن السؤال يظل قائما لماذا كل هذا التقصير في جانب التوثيق للثورة اليمنية؟ لماذا لم نشهد عملا تاريخيا موسوعيا موثقا للثوره اليمنيه؟ لماذا لم نجد تراكما من المواد التلفزيونيه والاعلاميه الخاص بالثوره اليمنيه؟ لماذا لم تتحول بيوت قاده الثوره مثلا الى متاحف للزياره؟ لماذا لم تتحول حكايات العهد البائد حكايات العهد البائد وحكايات النضال اليمني طوال سبع سنوات تاليه لعمر الثوره الى قصص تروى للناشئه والاطفال قصص قصيره قصص ادبيه اننا بازاء ثوره تكت تفقد ذاكرتها مع مرور الوقت فهل هذا مجرد تقصير من المؤسسات الجمهوريه ام انه عمل متعمد ومخطط له بهدف فصل الاجيال اليمنيه الجديده عن مصدر عزهم وكرامتهم هل هو عمل مخطط لمن اراد احلال مشروع التوريث او مشروع الدوله الاماميه محل الجمهوريه هل كانوا يخططون لذلك فيستبعدون تراث الثوره وذاكرتها وادبياتها من امام الاجيال هذا متوقع فقد كانت لهم سياسه يعني تخريبيه واسعه النطاق وكان واضح جدا انها سياسه ممنهجه تخريب الاجيال تخريب القيم الجمهوريه كانت سياسه واضحه المعالم في النظام السابق من قبل جناحي الانقلاب الموجودين الان لكن ايا كانت الاجابه فنحن امام مشكله بل فضيحه لمؤسسات الجمهوريه فليس هناك جمهوريه محترمه تخذل نفسها الى هذا الحد الامم تبحث عن اصغر التفاصيل لتصنع منها امجادا. ونحن لدينا امجاد كبيره حولناها الى حصى. لدينا تفاصيل تحتاج الى عين الفنان وحسه مع خبره المؤرخ وعلمه لتسجيلها وتحويلها الى مواد ادبيه وفنيه وتاريخيه تروى. بعض الامم صنعت متاحف طويله عريضه لثوراتها. هل لدينا متحف للثوره؟ للثوره اليمنيه؟ وإذا كان لدينا متحف ما الذي بقي منه حتى الآن؟ ولم ينهب روسيا تركت تركت آثار معركة نابليون كما هي إلى اليوم في الأرض وحولت المدينة إلى متحف فرنسا صنعت عشرات الأفلام في الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات وغيرها من الأعمال الـ 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 الاجتماعية الخالدة التي يعني تصنعها الامم الناس يخلدون اعمالهم الكبيره في في على شكل ادبيات على شكل اعمال فنيه على شكل كتب في التاريخ اين كتب التاريخ واين مذكرات الثوار في المكتبات اليمنيه كان الشباب يعني يجهدون انفسهم في البحث عنها فلا يجدونها الا بصعوبه في صنعاء اذا كانت هذه المذكرات غير موجوده في صنعاء وغير موجوده في مكتباتها فأين يمكن أن يجدها أن تجدها الأجيال؟ هذا سؤال يحمل المسؤولية أولئك الجمهوريون الذين خذلوا الثورة. طبعاً هذه ليست دعوة للبحث عن ما هو جميل ومثالي فقط في تاريخنا بل هي دعوة للبحث عن الحقيقة الحقيقة كما هي دون تزويق او تزييف. دعوه لكتابه التاريخ او بالاصح اعاده كتابه التاريخ للاجابه عن اسئله كثيره تدور في اذهان الشباب في اذهان الاجيال ولا تجد جوابا. الحقيقه وحدها كافيه. الحقيقه وحدها كافيه حتى لو لم تكن على هوانا. سواء تلك الحقيقه المتعلقه بالثوره والثوار أو تلك المتعلقة بالإمامة ورجالها المتابع أحيانا يدهش حينما يستمع أحيانا إلى معلومات ما كانت تخطر له على بال معلومات إذا صحت قد تكون معلومات هامشية لكنها إذا صحت فإنها دليل كافي على أن التاريخ التقليدي الذي نقرأه تاريخ المكتوب ناقص إلى أبعد حدود النقص مثل تلك المعلومة التي ذكرها في مقابلة تلفزيونية قبل سنوات باحث أردني لا نتذكر اسمه الآن تقول أن الخميني الإيراني صاحب ثورة إيران قد زار اليمن في شبابه وحصل على إجازة في الفقه الزيدي من الإمام يحيى حميد الدين هذه معلومة عجيبة معلومة إذا صحت فإنها يمكن أن تفسر ظهور نظرية ولاية الفقيه في إيران النظرية التي حكم من خلالها الخميني إيران وما زالوا يحكمون بها إلى الآن وهي نظرية انقلابية في تاريخ الاثنى عشرية الشيعية في تاريخ المذهب السياسي الشيعي أو مثل تلك المعلومة الطريفة التي رواها أول سفير سوفيتي إلى اليمن في زمن الإمام أحمد عندما روى قصة محاولة اغتيال الإمام أحمد من قبل الثوار وكيف ان طبيبا روسيا هو الذي انقذ حياه الامام احمد بعد ذلك عندما اخرج من جسده عدد من الرصاصات التي استهدفته. الخبر طبعا ليس هنا، الخبر في المعلومه الطريفه التي رواها الطبيب للسفير ورواها السفير لنا. معلومه تقول ان حراسه الامام قد اختطفت الطبيب الروسي لاجراء عمليه جراحيه بالقوه، ارغمته على اجراء عمليه جراحيا لانتزاع الرصاصات من جسد الإمام ولما لم يكن لديه أدوات الجراحة والتعقيم اللازمة فقد طلب منهم طلبا غريبا طلب منهم أن يزودوه بكارورة ويسكي ليطهر بها الجرح طبعا ليس الطريف في الطلب الطبيب طلب كنينة ويسكي في بيت أمير المؤمنين صحيح هذا طريف لكن الأطرف منه أن القارورة حضرت فعلا من داخل بيت أمير المؤمنين وحامي بيضة الإسلام والدين دعونا نستمع إلى السفير الروسي ثم نعود للتعليق على الخبر جاء الإمام أحمد إلى الحديدة، وكان يتنقل كثيرا في البلاد. كان هناك ثلاثة أشخاص نظموا محاولة اغتيال الإمام. وحين أتى الإمام إلى أحد المستشفيات في الحديدة حيث كان يعمل أطباؤنا، كان هؤلاء الضباط قد وصلوا قبله وأطلقوا النار عليه. يعني محاولة الاغتيال جرت في المستشفى بالتحديد؟ نعم في المستشفى. بعدها قام بعض الحراس بحمل الإمام المصاب إلى السيارة لنقله إلى القصر وقد أخذوا معهم جراحنا السوفيتي فانجيان وكان من أصل أرمني أرغموه بالقوة على الذهاب معهم دفعوا به إلى داخل السيارة وأخذوه معهم أما الجزء الباقي من الحراس فقد انقضوا على المتآمرين للقبض عليهم، وبعد إحضار الإمام إلى القصر، طلبوا من الجراح السوفيتي أن يقوم باستخراج الطلقات من جسد الإمام، لكن الطبيب قال لهم: إنه ليس لدي أدوات لازمة وأن المكان غير مناسب للعمليات الجراحية، حينها أددوه ووجهوا إليه مسدساً فوافق، قال لهم ابحثوا إذا عن زجاجة ويسكي في القصر. في قصر الإمام وأمير المؤمنين؟ نعم عند أمير المؤمنين، وجدوا زجاجة ويسكي بسرعة. فأحضروا للطبيب لترا من هذا المشروب كما حدثنا هو بنفسه فيما بعد بعدها طلب منهم أدوات طبية فأتوا له بحقيبة محمولة فيها بعض ما طلب أحضرها من المستشفى قام الطبيب بغسل الأدوات بنصف كمية الويسكي أما النصف الثاني من الزجاجة فأفرغها في فم الإمام بدلا عن المخدر طبعا نحن لا يعنينا هنا ما إذا كان امير المؤمنين يشرب الخمر او يشرب اللبن فهذه امور شخصيه تخصه وحده وتخص سجله الحساب عند ربه في الاخره ومن حق امير المؤمنين كما من حق المؤمنين وغير المؤمنين ان يعيشوا حياتهم الخاصه كما يشاءون دون ان يتطفل عليهم احد دون ان يحاسبهم احد على خصوصيتهم غير الله من حق الانسان ايا كان ان يكرر مصيره في الاخره حسب ما يريد لكن المشكله لا تكمن هنا اين تكمن المشكله بالنسبه لنا ولماذا ضربنا هذا المثل على قصور التاريخ وتزييفه في اليمن الحقيقه ان هذه الروايه اذا صحت فانها تدل على المدى الذي يمكن ان يغيب فيه وعي الشعب عن الواقع كيف مثلا من ده الذي يمكن أن يصدق من الناس أن رجلا متدينا فقيها حاكما بالشرع كما يقول مثل الإمام أحمد يمكنه أن يتعاطى المسكرات مثلا طبعا لا أحد يمكن أن يصدق بالذات في, في ذلك الوقت وهنا نصل إلى لب المشكلة مشكلة الأمة المغيبة التي تقع فريسة سهلة لأجهزة الدعاية السياسية الذكية هذه الغيبوبة التي تدفع الاف اليمنيين اليوم للموت على مذبح المشروع السلالي وهم يظنون انهم يموتون في سبيل الله وفي سبيل مواجهه اسرائيل اسرائيل التي قاتلت الى جوار ابائهم من قبل مع نفس المشروع السلالي في الستينيات كما دلت الوثائق بعد ذلك وكما اثبتنا في حلقات سابقه هل كان جنود البدر مثلا سيصدقون ان اسرائيل كانت تعاونهم ببعض الطلعات الجويه ضد الجمهوريين وضد الجيش المصري في اليمن؟ هل سيصدق جنود الحوثيين اليوم انهم يعملون في مع مشروع يذهب خراجه وفوائده الى جيب اسرائيل تحديدا كما دللنا في حلقات سابقه؟ الحقيقه ان الامر لم يعد مقصورا على المخدوعين في في هذا الطرف وحده. فالقرائن كثيره على ان مجموع الامه الاسلاميه واقع تحت عمليات تضليل واسعه النطاق من قبل جهات منظمه واحترافيه في التضليل والخداع. لكن الذي يهمنا هنا هو كما قلت تحقيق التاريخ السياسي واعاده كتابه التاريخ اليمني الحديث وفق منهج علمي معتبر. التاريخ ليس مجرد روايه نتسلى بها بل اداه توحيد او تمزيق اداه تحفيز للامه او اداه تخدير لها، نحن نريد تاريخ واضح ولا نريد تاريخا مزوقا لا للثوار ولا لنظام الامامه. نريد ان نعرف الحقيقه كما كانت ومن حقنا كما من حق الشعب الامريكي ان يعرف سلوك حكامه، من حقنا ان نعرف سلوك حكامنا. ليست المشكلة في أن يكون سكيرا. المشكلة أو أن يكون متعاطيا للمخدرات أو أن أن المشكلة في أن يخدعنا ويغشنا ويظهر أمامنا بمظهر الناسك المتعبد. لو أنه قدم نفسه بالصورة الطبيعية بالصورة المدنية المعتيادية لربما لم يؤاخذه الناس. لكن أن يقدم نفسه أمير المؤمنين حامي حمى الدين وحامي الشريعة و يطبق حتى الجلد على الخمار وحتى الجلد على ال... ثم يمارس هو هذه الاعمال وكانه فوق الشريعه وفوق القانون هذا نوع من الخداع للشعب تحت هذه الرايه الدينيه الخطيره انساق الاف الناس في حروب دمرت الاخضر واليابس دمرت اليمن وما زالت تدمره الى الان اذا كان امير المؤمنين يتعاطى المسكرات فما الذي يفعله المؤمنون يعني هذه امور من حق المحكوم ان يطلع عليها وان يحاسب عليها الحاكم اذا خرجت للعلن او اذا كان امير المؤمنين يمثل عليهم دور الزاهد من حق الجمهور أن يحاسبه إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه